خدوا زمايلكم وروحوا عني، ما حدش يهربني. يلا رجال بعد يلا ما حدش يضرب، يلا اي واحد هيضرب يلا يا جماعه، يلا يا جماعه وعد مش نوع على ارجع لنا كلام ساعه. احنا انتظام هنا خلاص، هنا في الراحل طلبنا منهم مبين عند وزارتنا، احنا طلبنا واحنا يا عم واحنا مش احسن عايز ضرب، احنا ضرب الضرب يلا يلا يا عم، ده مش عم ده يا عم، ده عم ده انا في فرصه هي مقابله عليكم هل يردوا على الكلام ده؟ هم اللي كلام ماشي يا عم، احنا واقفين هنا واحنا بنخلص الكلام. يلا عشان ونعمل ونعملها تمام خلاص واعمل اللي انت عايزه، احنا هنروح الميدان بس لو انت ولا الرجاله جم هنا اعمل اللي انت عايزه، احنا بنقول دول اخواتنا عيب عيب، انا مش راضي امسك في حد العسكري عيب، اللي احنا عايزينه مسؤولين على امركم عيب، بس انت ما تردش تمام عشان نعرف نمسكه، ما تردش عشان نعرف نمسكه ماشي. العسكري كان في ده امبارح قومته ولا حاجه حضرتك، اسمع قومته من وسط خش عنك عسكري ماشي، خش عنك قنبله بلطوف انا مش شايل، بص اترمت عليا قنبله مردود فديتك انت وبيدك انت، المفروض تفاديني انا، ما تضربش عليا نار غصب عنا برضه يا رجاله. اللهم بلغنا اللهم فاشهد امين، اللهم بلغنا اللهم فاشهد. احنا قلنا العساكر في الاول وفي الاخر دول اخواتنا، مش عايزين نمسك في حد، ليك ثلاث سنين جيش، ليك بره 100 سنه عيشه في الشارع، عيب احنا اخواتنا. انا بكلم كله ما بكلمكش انت لوحدك، كله لازم يسمع، ما حدش يسد ودانه، كله لازم يسمع. الضباط دول دايمين وقاعدين، لكن حضراتكم كلكم ثلاث سنين عمي وبتتهانوا وبيطلع عينكم، معلش انا بقول على اسلح المشيت عيب صح.